مشاهدينا الكرام، جه موعدنا دلوقتي مع فقرتنا الاسبوعيه اللي بنتكلم فيها عن رياده الاعمال. هي الفقره بتاعتنا ليها علاقه باللبس والموضه، يعني فالطبيعة الحال ان احنا هنتكلم هو ايه احدث الصيحات الترندات اللي موجوده في خطوط الموضه العالميه. الحقيقه انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، احنا يعني بلد عندها حضاره، بلد حضارتها الفرعونيه يمكن مميزه بازيائها. احنا لما بنيجي نسافر في اي مكان بره اول حاجه بنعملها لو هنعمل شو يعني عرض لازم يبقى الزي الفرعوني. عندنا حضاره مسيحيه بازيائها، عندنا حضاره اسلاميه بازيائها بتفاصيلها، حاجات كتير قوي قوي قوي. وبالتالي فاحنا اوريدي بلد فن وجمال وطبيعه ساحره، وبالتالي اكيد عندنا العقول بتاعتنا قادره انها تعمل براندات مصريه قادرة على أنها تجذب الناس وتخليهم أن هم يشتروها. دي حقيقة، وخصوصا أن احنا عندنا دايما عقدة الخواجة، احنا عندنا طبيعة ساحلية وصحراوية في نفس الوقت نقدر نستمد منها خطوط الموضة اللي نصدرها للعالم مش نستورد. ومع كل ده تلاقي كتير بيتباهوا أنهم لابسين براندات عالمية برغم أنها ممكن تكون مستمدة من حضارتنا احنا، بس المهم أنه براند عالمي وهي دي عقدة الخواجة. لكن في فقرة ريادة الأعمال النهاردة معنا براند مصري محلي قادر بألوان وتصميمات أنه يحقق نجاح كبير في مصر وكمان برا مصر. بنرحب بإيمان حسن مصممة أزياء وإشارات للمحجبات. أهلا بك يا إيمان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نورتينا في صباح البلد. ميرسي، ربنا يخليك. قولي لي، هبدأ معاكي بقى، يعني خليني أتكلم معاكي الأول مش من فكرة يعني أنا هتفرج على الحاجات والمنتجات لأنها شكلها الحقيقة رائع، بس خليني أبدأ معاكي من فكرة الفكرة جات لك إزاي؟ إن أنت تعملي براند زي ده لشربات، الفكرة جت ازاي وبدأتي ازاي؟ بصي، الفكرة جت في البداية ان كل الاشاربات اللي كانت الناس بيلبسوها كانت اشاربات بلين سادة كلها، ما كانش فيها فكرة، ما كانش فيها روح، كانت بتخلي المحجبة او اللي حابة تلبس حاجة اشارب او سكارف كانت بتزهق منه. فجت الفكرة ان انا اخدت مثلا ايه، يعني شفت الطيور، الورود، الطبيعة بتاعتنا، واخدت منها الالوان مع الرسومات وحطيتها على الشربات وابتديت اعملها لنفسي والاخواتي والعيلتي وكده. وبعد كده ابتدت بقى الفكرة ان انا اكبر فيها، ان انا اعملها بقى كبراند. وابتديت اشتري القماش في البداية خالص، اشتري القماش واعمل الديزاين واطبعه عليه. بعد كده بقينا نصنع القماش نفسه. كنا الاول مبتدئين بخامه واحده اللي هي الشيفون، حاليا عندنا شيفون وساتان. خريجه ايه اصلا؟ انا كمبيوتر ساينس. كمبيوتر ساينس. طب يعني قولي لي الاول كنت بتطبعي فين، بتعملي يعني انت بتقولي بدات الاول ليا ولاخواتي كنت بتعملي ايه؟ علشان انا محتاجه ان يعني اللي بيسمعونا دلوقتي لو عندهم حاجه ممكن ان هم يبداوا بيها يبقى نقول لهم. في البداية خالص ابتديت ان انا لما كان يبقى عندي مناسبة مثلا فرح او حاجة الفستان اجيب قماشة سادة واخد من قماش الفستان احطه على القماشة السادة بحيث ان انا اعمل طرحة يبقى فيها القماش الفستان ونفس اللون السادة اللي فيها. دي ابتدت كده. بعد كده حسيت ان انا الرسومات اللي موجودة ما هي موجودة في كل حتة مش عجباني، حسيت ان انا لا، لو حطيت رسمه تانية وفكره تانية على الاشارب او على القماش نفسه هيبقى مختلف. وفعلا ابتدينا ان احنا عملنا الاشاربات والكيمونوز والاسدالات. كويس، كنت لسه هسالك. هو بس اللي كان منتجات. طبعا احنا معانا على الشاشه، بس خليني يعني انت قلتي لي ان انت ما اكتفيتيش بفكره الاشارب، احنا بدانا لا، احنا عملنا كيمونو واسدالات وشميسات. اوكي، بس إيمان أنا عندي سؤال، اللي هو أي براند ناجح في الدنيا لازم بيعمل معادلة ما بين الكواليتي وما بين الساعة وما بين التصميمات اللي بتناسب ناس كتير، فأنت إزاي قدرتي تحققي المعادلة دي؟ بصي، هي المعادلة دي كانت صعبة جدا، بالذات إن الماتيريال كانت صعب إن أنت توفرها، وإن أنت لما بتيجي تشتري قماش من محلات القماش اللي هي الجملة أو الحقيقة أو كده بيبقى في حاجة اسمها بيعملوا لاين للقماش في مصانع النسيج. اللاين ده بيبقى خامة واحدة، أنت لما بتشتري من اللاين ده بيبقى خامتك معروفة، يجي بقى القماش عند التاجر يخلص فتشتري يعمل لك يقول لك ان هو نفس القماش، لكن ما بيبقاش نفس القماش لان الخامات بتختلف في حاجه بسيطه، في الخامه بتختلف، فده بيغير السعر. فانت عشان توصل لسعر كويس ان انت لازم تعمل قماشك بنفسك.
دلوقتي. لما ابتدينا نعمل قماشنا بنفسنا بقينا نحط معايير لنفسنا في القماش وفي صناعة القماش بالخامات بتاعتنا وحطناها بقينا قماشنا ثابت وخاماتنا ثابتة. انتوا بقيتوا مصنع اكبر يعني الحمد لله. احنا ابتدينا الاول ان احنا بنعمل حاجة في مطابع وبنشتري قماش، حاليا بقينا نروح مصانع نسيج نصنع الخامة بتاعتنا، بنروح مطبعة عندنا بننفذ فيها الطباعة بتاعتنا، الورشة بتاعتنا بنقفل الاشاربات من اول ان هي بتتقص وبعدين تتقفل، بنعمل الباترون بتاع الكيمونو ونقصه ونقفله. يعني ابتدينا الاول من ان احنا ناخد من السوق زي ما بيقولوا، بعد كده ابتدينا لا ان احنا نصنع كل حاجه. في كل ده بيقلل في الماتيريال في السعر بتاعك. فحققنا ان احنا وصلنا الماتيريال كويسه وسعر كويس وكواليتي كنترول، بقى في كواليتي كنترول. معاكي قد ايه ناس بتشتغل في المشروع؟ هو الاول خالص انا ابتديت لوحدي، بعد كده جوزي شاف الفكره وشجعني ودخل معايا كويس ماشي. دخل معايا بافكاره بصراحه، يعني انا مثلا لاين الخط العربي ما كانش معايا اللاين ده، هو اللي شجعني ان انا ادخل لاين الخط العربي. الحضاره بتاعتنا دخلنا حطينا نباتات الباردي والحاجات اللي احنا اللي كانت مشهوره بيها بلدنا زمان على الاشاربات وعلى الكيمونوز. بعد كده ابتديت بقى واحده واحده ان احنا بقى معانا تيم كامل. التيم ده عباره من اول الناس اللي بيقصوا الاشاربات، الفنيين اللي بيصنعوا، الناس اللي بيخيطوا الاشاربات، الناس اللي بيقفوا على مكان الطباعه ومكان الكبس معانا. يعني انا كايمان بحب اقف على الحاجات دي بنفسي برضو معاهم بحيث ان انا اتلاشى اي حاجه. لحد التيم اللي عندنا في احنا دلوقتي عندنا فروع الحمد لله، التيم اللي في الفروع بتاعتنا، السيلز اللي واقفين، يعني بقينا تيم كبير الحمد لله. شايفه ان هو البراند يقدر ينافس عالميا؟ الحمد لله احنا حاليا في ناس كتير بره مصر بتاخد مننا. انت كده بتصدري؟ بداتي عمليه التصدير لبره؟ مش ولا تصدير ولا بمعنى يعني تصدير. يعني احنا لينا كاستمر بره بيطلبوا اونلاين عادي بس لينا يعني مثلا في امريكا لينا وكلاء هناك، لينا حد في السعوديه. ابتدينا واحده واحده يعني ان شاء الله الفتره الجايه هتبقى احسن واحسن بامر الله. قولي لي ايه الصعوبات اللي واجهتك في المشروع يا مي؟ بصي هي صعوبات كتيرة بس أولهم الماتيريال كان صعب قوي قوي، والوقت اللي احنا فيه دلوقتي ماتيريال صعبة جدا كويس. صعبة في كل حاجة مع الغلاء اللي حصل دلوقتي صعب الماتيريال. بس لو أنا قعدت أقول صعب 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 وما حاولتش فعلا مش هنعمل حاجة. أنا بقى عايزاكي تشرحي لي إيه بقى، عرفيني إيه بقى يعني القصري الدنيا إيه. لا احنا هنشرح مع بعض. بصي احنا اولا عندنا اشاربات مربعه ومستطيله. المربع والمستطيل في منهم شيفان وساتان. الطباعه او الشكل بتاع الاشارب لو هو مربع او طويل بيبقى يعني الرسمه هنا بتبقى مختلفه ولا ممكن الرسمه اللي تبقى نفس الرسمه بالظبط؟ يعني انا هنا في واحد شيفان اهو، اول واحد ده شيفان مستطيل. في منه الساتان المربع وفي منه شيفان مربع اللي هو التاني ده نفس البراند. في منه نفس المستطيل برضو ساتن. اوكي يعني كل حاجة عاملينها نفس الديزاين. اوكي احنا عندنا لاين تاني مهم جدا لازم نعرف الناس عليه، المكملات الحجاب. بقى الدبوس يعني انا الاشارب بتاعي حلو الاشارب بتاعي حلو وشيك بس مش عارفة البسه، مش عارفة اوري الناس ازاي البسه ولا اوري الناس جماله. في حاجات مهمة جدا لازم نلبسها. اول حاجة الباندانا، في انواع باندانات كتير. يعني في الوش الطويل يليق عليه الباندانا اللي هي البونيل كاب العادي، في الوش المليان شويه لا يليق عليه الباندانا اللي فيها زي دعامه من قدام عشان يطول الوش شويه. اوكي دي اول خطوه. في ناس بتحب ان هي تلبس باندانات اللي هي مغطيه الجزء ده كله بحيث ان هي لو حابه تلبس سكارف. لا استني بس عشان انا بقيت يعني انا دلوقتي بقى عندي قناعه ان الستات اللي بتلبس اشاربات والبنات اللي بتلبس اشاربات بتتعب اكتر من اللي ما بيش لابسين. لا يعني خالص يعني بقى بقت الالوان كتير والاشكال كتير والدنيا كتير. يعني انا بس خليني هسالك، يعني مثلا انا لو هلبس طرحه مربعه المفترض ان انا احط عليها بندانة لو انا وشي ايه احط ايه؟ ولا تبع الوش ولا تبع شكل الطرحه؟ لا الوش وشكل الطرحه الاثنين مع بعض. أوكي. بمعنى ان انا لو وشي مليان ما ينفعش البس بندانة وطرحه وطريقه لفه تخلي وشي يبقى كوره. لا انا عايزه اخلي وشي يبان
وفي نفس الوقت الطرحة تبينه. بس في كل وش وكل طرحة ليها الباندانا والحاجة اللي تليق عليها. انت بتقدري انت تنزلي كوليكشنز مختلفة على حسب المواسم؟ يعني احنا مثلا كان امبارح كان عيد الام فالاقبال كان طبعا كل سيزون ليه كوليكشن طبعا. يعني الاقبال امبارح في عيد الام على الحاجات الليكرا اكتر البلين اكتر للناس الكبيره الامهات بقى. يعني مثلا ايه مع ابني في المدرسه كل جاي عايزين ياخدوا الاشارات البرانتد زي دي الساتن السكور في الحاجات دي يعني كل عمر في الامهات ليه فعلا حاجه. بس كل سيزون عندنا ليه كولكشن مختلف تماما. يعني رمضان كان ليه كولكشن، عيد الام ليه كولكشن، العيد ليه كولكشن. تقدري ان انت تواكبي كل الاذواق المختلفه. بالنسبه لاختيار الالوان، يعني انت بتبقي بتنصحي مثلا، يعني انا شايفه الالوان الغامقه اللي هي طبعا الاسود ملك الالوان وكل حاجه، بس كمان شايفه الوان كلها يعني مبهجه وتصميمات الحقيقه مبهجه. هل بتنصحي برضو الناس وهم بيشتروا لا ممكن تاخدي الوان غامقه او الوان او يليق عليكي ايه؟ او بصي وانا اما بكون ولا حسب اللبس؟ لا مش حسب اللبس، مش هي لبسه، هو طبعا حسب اللبس سوري بتبقى حسب اللبس اساسي بس حسب شكلها شكل العميلة. يعني مش شرط ان انا دايما اشوف البنات واخدين اللبس ورايحين يجيبوا عليه الاشاره. ما هو ده الطبيعي عشان نجيب حاجه تليق في نفس الالوان. أوكي. ماشي. بس يعني انا مثلا في بنات كتير كانوا بيجولي لافين الطرحه عاديه وما اعرفش ايه والطرحه بتتزحلق وقعوا ولابسين الوان غامقه يا اما بلين. لا يعني ابتديت ان انا اشيل الفكره دي من دماغهم، لا نلبس الوان فاتحه. في بنت مقتنعه ان الالوان غامقه حلوه عليها، لا بالعكس انت الالوان الفاتحه تبقى احلى عليك. وفي مقتنعه ان الالوان الفاتحه حلوه عليها والالوان الغامقه احلى. وكل سيزون ليه الوانه. يعني احنا عندنا الشتاء دايما الالوان الغامقه او الدكنه شويه، الربيع الالوان الحلوه دي، الربيع الصيف الحاجات دي كده. في كل سيزون ليه الوانه. بس من حقيقي يعني انا عشان والدتي محجبه واختي محجبه فانا بشوفهم بيعانوا بشكل كبير جدا في لبس المحجبات، فانا ببقى سعيد جدا لما الاقي حد بيوفر الحاجات بشكل كويس. وبس على فكره وغير المحجبات بيلبسوا سكارف والدرابيس. لا انت كده حتى مهتمه بالاكسسوارات بتاعه الحجاب عشان خاطر يبان باحسن شكل وباحسن هيئه. عشان بقول لك الدبوس ده حاجه مهمه جدا للطرحه. احنا زمان كان في الدبوس اللي هو الابره ده العادي، الطرحه تبوس تتخرم يعني خلاص الطرحه باظت، لبستين ثلاثه باظت. احنا دلوقتي عندنا التيب بتاع الطرحه اللزق ان احنا ممكن نثبته هنا ونحط الطرحه بالباندانا تفضل الطرحه ثابته طول الوقت. حلوه ماشي. حلوه التكنولوجيا وصلت الجديده. عندنا الدبابيس الماجنت، عندنا الدبابيس الثانيه اللي يعني هي محطوطه هنا بتدخل وتطلع من الايشارب ولا تخرم ايشارب ولا تنتش ايشارب ولا اي حاجه، والايشاربات بتفضل جديده. انا يعني انا بصراحه فرحانه بيك يا مان وفرحانه بالبراند بتاعك. وبشكرك جدا جدا، شرفتينا ونورتينا. شكرا ليكي. مصممه الازياء والايشاربات للمحجبات ايمان حسن، شرفتينا ونورتينا.